ألو، أنا أب سعيد عويضة. تقريبا دابا شي 21 عام ولا 22 عام مشتوش، أو هذاك الشيء اللي دار. أنا ما غاشي نسمح له إلا ما جاش هو يطلب مني المسامحة. أنا راه ما غنسمحلوش، وهذاك العنف يحيدو. ملي يكون يقول لنا، يقول لهم انا كدير له المعمل، معمل في المعمل، انا تنعرف شي معمل قاري تلقريه باش نمشي ندير المعمل ديال الصباط. المعمل الصباط سيدير الكراخي هو اللي كان مسؤول عليه، وانا علاش مسؤول؟ ياك هو اللي كتعاطيه كل شيء، وجاب المواكن جتهم من الطاليان ولا من جتهم ديال الصباط. المعمل ديال الزرابي ثانيا انا اش من علاقه ولا جاب من عندي؟ انا قاري، انا عارف انا العيالات اللي كانوا خدامين وش. انا كنقول لي هدينا السلاي نجيبوا الصوفا، كان اش من طبيت لك في المعمل، طبيت لك في هذا في المعامل، انا كنت تنسكر، انا كنت هذا طب لهم في الشراب. علاش الانسان اللي حاجته يدير هذاك الشيء تنسكر؟ انا ماشي عيب تقول لك باك كان تيسكر عندك تصحاب قالنا راه بحال الاخرين. انا راه ماشي هذا، انا واحد الاخرين، انا عقل اخر، وخدمت خدمت بدراعي، ودرت السكنه درتها بدراعي. انا اول مره تنخدمو كاد حنا تشريت سكنتي بالراسي، ما بقاش انت ديتيني مع العكاش مشيتي سكنتيني نسابك نسابك كودو طيحو قال لك حفروا، ولكن ما حفروا، ماشي حفروا شويه، حفروا بزاف طيحوك فيها. الدنيا راه فايته، انا اللي كبرتك ودرت لك شان ومرشان. انا وماماك خدمنا ولطمنا انا وماماك، حتى هي شحال تعذبت عليك ودرت هذا. خاصك اول شيء بعدا فكر فينا حنا باش تقول انت تتساعد وتتساعد. ساعديتي والديك، ساعد والديك، عاد تقول انا كنت نساعد تتساعد اخرين. ما انا لا، انا تساريتني وديتني للحج، ما كاينه مشكل، هذه كلها كاينه. ولكن نقول بس ساعدتيني مادة، او كتبتي الدار شريتي شي دار وقلتي لها الوالده يا في سميتك، او كتبتي الماما قلتي لها يا في سميتك، عندك حق. كما تقول شريت لكم فين تستقر وكل شيء، انت خليتينا غير خليتي ماما، خليها ماماك فين هي؟ شوف ماماك، خصك تشوف ماماك فين هي. ما انا بعدا راه جريت وكافحت وجريت، والبلاد اللي ما نعرفهاش مشيت ليها وكافحت فيها وجريت وشريت. تحيد عليك هذاك العنف. لا تبعتيني انا 80 عام في عمري، ما بقى لي شوف العلم والله بقات لي 5 ايام ولا 10 ايام ولا عام ولا عامين ولا 25، ولكن انا راه ما نسمحلكش الا ما تجي تطلق مني انت المسامحه. والله الا سمحت لك، واليوم هاد ليله الجمعه والله الا سمحت لك، من غير تجي وتطلب مني انت المسامحه ليا انا، باش تقول لهم انا كدير له. انا انت تعاوني، انت ما تتعودليش، تجي تتفكر فيا ولا تدادا او نهار العيد او ودا، او تقول لي مبارك عواشرك ولا هادي، او غير تينيفون. مني كنت حارب السبيطار جيتي شتيني قلت لهم باك راه فاتح، شتيني بعينك وشو ما هو السبب، وكنت في الكلينيك خلصتيها الفلوس، عاونتيني انت. أخت عمتك اللي في القنيطرة منصورة ماتت، جيتي قلتي لي با عمتي ماتت الله يرحمها، جيتي شتيها. أختي الحاجة الكبيرة اللي في العريش ماتت، جيتي عندي وقلتي لي يا بابا الله يعدم لاجر. حتى أنا ما قديتو، كنت بعيد، كلم غير التينيفون، كلم غير التينيفون قول لي راه الله يعدم لاجر. أنت ما تتعاون ما والو، عندك اللي كانوا يجروا معاك ماتوا ما عزيتيهم. حيدك منك هذاك، هذا العنف حيدو. راه ربي سبحانه ما خافتو خافيه، وغيطوال شانك ولا ينزل شانك، غتولي الارض الارض. لا ما كانش مصور تتجوج بالمراه هذه خديجه، هو اللي هذاك سميت له. فكر 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 في الوالدين، وفكر في ولدك بدر. واخا انا ما شكيتش، هو ما شكاش عليك ولا انا ما شكيتش عليك، عليه فكروا
كانوا عنده جوج، كانوا عنده هذيك ومجوج بهذيك. وهذا فكر في ولدك، خاصك تشوف، ما خاصكش تفكر في نفسك او تشوف هذا وتقول لا لا وتقول هذيك الكلمه انا شتك باش تقول لي انا درت في ايطاليا العرس ودرتي تا درتي في ايطاليا ياك غير في درب الفقراء. راه معنا شهود، كاين شهود يعني انا امو اه ياك درتي في درب الفقراء. نحت لهم كاع قلنا انا نديهم حتى المحل عندكم. فين درتي شي عرس حتى في ايطاليا ولا في الانجليز؟ هادي راه شي 21 عام ولا 22 عام عمره ما اتصل بيا ولا والو، اتصل بيا بالمضاربه. كيفاش؟ وحنا راه ضربني خرجي من الفيلا، خرج امو وبقى شويه شي 3 شهور ولا شهرين ويخرجني انا وفارق مع امو. راه فين المشكل اللي طحت فيه انا؟ غيطيح مع ولاده هو ويفكر فيها. نقول له انا قلتها لك الموت انا وتعيش انت. ما تشوفش انه ماشي الخاطر حيت ما كاينش شي واحد غيدير مع بخوه الا ما كانش شوف غير كيما دار لي انا غدار يدار له هو. انا الحمد لله راه درت نفس وبقيت خدام وطمت وتكافحت توجت. دابا الا جا قال لك سمح لي الا قال لي سمح لي قلت له انا كلمه وحده تيعتذر تيعتذر هو الا ما اعتذرليش انا ما نسمحلوش. وخا نموت نقول له ما تطلوش يعني ما تهزوش هذا الطير الرضا شكل ماشي غيلحقوا الرضا يرضي على واحد اللي يضرب به. شفت شوف الله عز وجل تيسامح العباد ديالو تيسامح واحد مشكل راه خوص. شوف فيني انا اش دوزت العذاب اللي دوزتو ماشي دوزتو غنديرو غير هنا، هنا راه كي والو اللي دوزتو برا انا باش نجحت. شوف العذاب اللي دوزت برا الثلج والبرد وكاكو خدام وجا خوه شافني انا هذاك الخدمه اللي خدام حتى واحد فيهم ما عاملني مزيان. كان واحد سمو دريس عاملني بعد شي ايام وبعد شي ايام كاع ما بقاش انا كنطلب لهاد المحسنين يعاونوني وحدو تشوفوا حالتي كي دايره العسه وهذا هادشي اللي كنطلب.